سعيدة النال، نائبة رئيسة جمعية دار الأمومة بأمصميص. بالنسبة لدار الأمومة فقد أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ينادي بها دائما صاحب الجلالة، وذلك بتقديم عدة مساعدات للمواطنين. والمساعدة التي تقدمها دار الأمومة هي الحد من وفيات النساء القرويات يسكن في مناطق جبلية أثناء الولادة، وكذلك الحد من وفيات الرضع. نستقبل النساء يعني 5 أيام قبل الولادة لتمكينهن من المراقبة الطبية والولادة في أجواء جيدة في دار الولادة اللي متواجدة قريبة لدار الأمومة. كل شيء يكون متوفر في هذه المنطقة، في دار الأمومة كل شيء يتوفر، يعني المسكن تيسكنوا هنايا، الأكل تياكلوا، المرافقين ديالهم حتى هما اللي كيجيو معاهم حتى هما كيتمتعوا بالأكل والسكن، يعني وعاد المراقبة الطبية لأن المستشفى يعني محادين لدار الأمومة. جيت مع العروسة ديالي ولدت هنايا، الله يعمرها داري، وديت معاهم مزيان، تعطينا الفراش، الماكلة، جينا هاد الصباح. إوا تتبات هنايا تتبقى حتى الشهر تتولد. جينا من الجبل من سيدي حسين، إيه تيكون الطبيب تيكون عيالات نيت مزيانين، كاين الماكلة كاين الفراش كاين كلشي. إوا راها الطريق بعيدة والدوار والحديد ما كاينش، دابا كاينش لابيلانس كاينش كلشي، هنايا كاين كلشي، كاين كل وفر كلشي، كلشي كاين، كاين الدواء كاين طبة كاين مساعدات كاين كلشي.